من الأخوة السنة لا يعرفون أن علماء الشيعة يدرسون يعني هم أتقياء، يعني فيهم تقوى، علماء الشيعة أكثر تقوى. أنا كسني أقولها إن شاء الله أنها شهادة لله. أنا أرى وقد أكون مخطئا مصيبا أن علماء الشيعة أكثر تقوى من علماء السنة، بمعنى يعني تجد التواضع والإقبال والانصراف عن الدنيا والزهد فيها والإقبال على الله وذكر الله وحب الله وحب رسوله وآل بيت رسوله، أجدها حقيقية. فأنا أشوف علماء السنة بشكل عام العلماء الكبار، يعني لو قارنت أنا السستاني السيد السستاني، وأرى عندما تعرض صورته وبيته وفيها وهو في هذا الزهد وفي هذا التقشف وفي هذا الانصراف عن الدنيا، أشوفه أفضل بكثير من علماء أعرفهم سنة ما شاء الله لهم هذا الملايين وهذا القصور وهذا سلاطين، أصبحوا سلاطين ولم يصبحوا علماء. فلذلك يعني يجب علينا نحن كسنة أن ننصف. أرى كناحية شخصية، يعني أرى شخصية العالم الشيعي أكثر قربا إلى هدي النبي في الزهد من العالم السني في المجمل، طبعا في المجمل، إلا أني أتكلم عن الظاهر، عن مرجعية في العراق وأتذكر مرجعيات عندنا في المملكة أو مرجعيات في مصر، لا يستوى حقيقة، لا يستوى. السيد السستاني يعني يتفوق في مسألة، لا أنا لا أتكلم عن ناحية علمية، عن مسألة هدي النبي، يعني هدي النبي عليه الصلاة والسلام في البعد عن الدنيا والتواضع والإقبال على الله عز وجل. أرى السستاني أفضل من ممن أعرف من مرجعيات السنة بكثير. مثالنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، علي بن أبي طالب ما عنده فلوس، ما عنده أموال، كان رئيس دولة 55 دولة تحت يديه، يدخل إلى بيت المال يخاطبها يا صفراء يا بيضاء غري غيري، ما يقدر يعيش بأحسن قصر، كان قاعد لبيت صغير لسه موجود زين واحد من أقاربه. ماذا كان يأكل علي بن أبي طالب عليه السلام؟ كان يأكل خبز الشعير. علماء نعم كذلك، علماء بحمد الله. أنا دخلت على سماحة السيد علي السيستاني ذلك البيت المتواضع، والبيت ملكنا أنا مأجر عليه، خلي يسمعون العالم خلال فضائيتكم، هذا البيت الذي يقطنه مرجع الأمة السيد علي السيستاني هو وزوجته وأهله، بيت بسيط يعود إلينا، وأنا أخذ منه أجار كل شهر 12 من السنة الميلادية يدز لي الأجار السيد هذا. زين بيت متواضع بسيط، وهو قال لي يا سيد أمين انظر إلى هذه العباءة التي على كتفي، هي من أردأ أنواع القماش وصار لي 20 سنة على كتفي، هذا الزهد. فأجبته قلت له سيدنا لا عجب من ذلك، فأنت ابن من؟ فجدك علي بن أبي طالب الذي خاطب الدنيا إليك عني يا دنيا، فحبلك على غاربك قد انسللت من مخالبك وأفلت من حبائلك، فلا عجب من ذلك، علماءنا هم أهل الزهد، وهكذا باقي المراجع.